بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنحكي عن Low Entropy Geothermal Systems، هو ثالث نوع من أنواع Conventional Geothermal Systems. النوع هذا من الأنظمة يكون فيه Reservoirs على درجة عالية من النفاذية، أيضا الصخور المحيطة بالReservoirs تكون أيضا على درجة عالية من النفاذية، وهذا يرجع لوجود تشققات وتصدعات كبيرة مقارنة بالأنظمة الثانية. أيضا النفاذية العمودية حتكون حتى هي على درجة عالية وتسمح بتسهيل عملية ريتشارج الفلويدز للنظام بتاعنا. أيضا بما أن النفاذية العمودية تكون عالية فحيكون في عندي output على السطح بدرجة أكبر من الأنظمة الثانية اللي هي higher entropy systems. output على السطح مقصود به الظواهر الطبيعية الموجودة على السطح زي الجيسرز وزي الهوت سبرينجز والأشياء هذه. أيضا النطاق اللي يكون فيه موجود فيه الأوتفلو متاع الظواهر الطبيعية هذه أو الزون موجودة عندنا هتكون بدرجة أكبر أو تكون متوسعة، يعني مداها كبير مقارنة بالهاير انتيربي سيستمز. الظواهر الطبيعية هذه هتكون سائدة بمياه الكلوريد و بخار الماء يكون فيها أقل. طبعا عند بداية الإنتاج من هذا النوع من أنواع من الأنظمة، ضغط المكمن ما ينخفضش بدرجة كبيرة زي مقارنة بالهاير انتروبي سيستمز اللي ينخفض فيها الضغط بدرجة أكبر، إضافة إلى وجود أن المياه ما توصلش لمرحلة الغليان بشكل سريع، أو وجود يعني ما يحصلش غليان للمياه بشكل كبير في النوع هذا من الأنظمة، إضافة إلى أن وجود الغازات المتكثفة الموجودة في المياه زي CO2 اللي هو ثاني أكسيد الكربون يساهم في انخفاض نقطة الغليان للمياه، وأحيانا الغليان يحدث بعد الإنتاج، يعني بعد ما تنشي المياه يصير في غليان للمياه. أيضا النوع هذا من الأنظمة يكون فيه الـ discharge أو الإنتاج فيه يكون يعني بشكل طبيعي، يعني المياه تطلع من الأبار هذه بشكل طبيعي، وفي بعض الأحيان ممكن تستحق لنا عملية stimulated، يعني ننزلوا downhole pumps، لكن الموضوع هذا غير شائع والأكثر شيوعا هو الإنتاج بشكل طبيعي. أيضا في عملية إنتاج الطاقة تستخدم النوع الفلاش ستيم باور بلانت مع هذا النوع من الأنظمة Low Entropy Systems بدرجة عالية، وأيضا تستخدم أنواع تانية لكن النوع هذي هي اللي هو الفلاش ستيم باور بلانت هو أكثر شيوعا واستخداما مع هذا النوع من الأنظمة، حيث كل 1 ميجا وات of electricity generation نحن محتاجين تدفق أقل للمياه. أيضا محتاجين لأبار re-injections عشان نضخوا كل المياه اللي تم إنتاجها من جديد ورجعوها للمكمن. أيضا كمية السوائل المنتجة من هذا النظام نظرا لحجم السوائل، حجم الفلويدز كبيرة اللي نشوف فيها من هذا النظام عشان نولد الطاقة، ممكن يسبب لي في عملية subsidence اللي هو عملية هبوط الأرض، يعني عندي أنا أرض مسطحة لما تصير عملية subsidence يصير فيها هبوط للأرض على شكل بشكل تدريجي طبعا على مدار السنين ومدار الوقت، فنحن محتاجين نضخ المياه اللي تنتج ونرجعوها للمكمن عشان نحافظه ونسيطر على عملية السبسيدز وعلى الأقل إن نقلل هذه العملية بشكل كبير. النوع الرابع هو الميديوم انتروبي تو فيز سيستمز. النوع هذا يشمل في الغالب يعني مياه ساخنة، ونقطة الغليان بالمياه هذه تكون يعني غير موجودة أو قليلة جدا. الصورة عندي في الأسفل توضح لي طبعا درجة الحرارة والضغط، إضافة إلى البي بي دي اللي هي
boiling point depth نقطة غليان المياه للعمق. طبعا المياه تسل عملية غليان أو تبدأ عملية غليان في الظروف العادية على السطح حوالي 100 درجة مئوية 99.8 أو 0.7 مئوية، لكن كل ما نزلوا للأسفل نزلوا للأعماق كل ما تزيد درجة حرارة المياه. يعني درجة حرارة المياه على عمق 2000 قدم أو 2000 متر مش نفسها على 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 السطح، هتكون أعلى. فلذلك درجة الحرارة، طبعا اللون الأحمر هذا يشير إلى درجة الحرارة، واللون الأسود هو البي بي دي. فأمتى يصير عندي غليان؟ لما يصل اللون الأحمر أو التمبرتشر تتقاطع مع البي بي دي، في الحالة هذه يصير في عندي عملية غليان. أما إلى متى تتقاطع فمش حيكون عندي غليان. فلاحظوا أن الدائرة بالأزرق هي هذه النقطة اللي صار فيها تماس، إذا ما صار شيء تقاطع تماس. ففي الحالة هذه هي يعني أنا عندي نقول نقدر نقول عندي منطقة غليان بسيطة جدا جدا شبه معدومة، ولكن فيه ممكن بعض الغليان في التالي. طبعا البروفايل هذه هي من بير في يسمى في منطقة أواكي ويست بانك أو أواكي ويست بانك ويل، اسم البير أواكي ويست بانك ويل. طبعا لبار هذه اصلا اضافه انه يطلق عليها اكسيس انثالبي، اي الابار ذات المحتوى الحراري الزائد. ليش؟ لان البروديوست انثالبي قيمه الانثالبي المنتجه تكون اعلى من قيمه الانثالبي للمياه المقاسه في درجه حراره المبنى. وعلى عكس اللو انثالبي سيستمز بالانترميديت انثالبي سيستمز تكون عندنا النفادية بالنسبة لصخور المكنة والصخور المحيطة بها أقل، إضافة إلى وجود ظواهر سطحية بشكل أقل منها عن الموجود في اللو انتروبي سيستمز، مع وجود ممكن نطاق بسيط من الستيم هيت فيتشرز اللي هي اللي حكينا عليها، نحن قلنا الزونز أو نقطة التماس اللي ممكن تكون فيها جزء بسيط أو نطاق بسيط من الغليان. طبعا ما دام في غليان ممكن حيكون في عندي بخار مائي. النوع المرتبط بانتاج الطاقه مع هذا النظام والاكثر شيوعا هو سينجل اند دبل فلاش، سينجل اند دبل ستيم فلاش باور بلانت. بالرغم من ان بعض الانظمه الثانيه ممكن تستخدمها زي الباينري بلانت، لكن الاكثر شيوعا هو سينجل اند دبل ستيم فلاش باور بلانت. النوع الخامس هو الـ High Enthalpy Two Phase Systems. حكينا عن اللو والإنترميديت، الآن نحكي عن الهاي. النوع هذا من الأنظمة يعني شبيه بالميديم أو الإنترميديت Enthalpy Systems، لكن درجة الحرارة تكون درجة حرارة تكون أعلى ما بين 250 إلى 330 درجة مئوية. أيضا النظام هذا هي تكون فيه المسامية النفادية قليلة، مع وجود يعني بعض الفراكشرز أو فراكشرز قليلة. أيضا البويلينج زون اللي هي تحيط بالبير هتكون أعلى، وزي ما واضح عندنا في الشكل الموجود عندي في الأسفل اللي هو مثال من بير اسمه روتوكاوا استرين ويل. طبعا عطيني التمبريتشرز مع الدبت، وزي ما حكينا في السابق ان البي بي دي هي اللي بالأسود، وطبعا النقاط اللي الأحمر هذه هي مثل درجة الحرارة. طبعا درجة الحرارة زي ما ملاحظين ان هي تزيد مع العمق، ثم وصلت لنقطة معينة وقلت، وذلك لسبب وجود lateral flow، وجود تدفق للمياه، ممكن يكون مياه جوفية او مياه قد من السطح مترشحة في النقطة المياه، فقلت لدرجة الحرارة بتاعها، ثم بدأت تزيد لما طلعنا من المنطقة الموجود فيها lateral flow، و وصلت لمرحلة شبه تقاطعت يعني أو تطابقت فيها مع البي بي دي. فلذلك عندنا في المنطقة دي اللي هي ممثلة بالشكل البيضاوي زي اللون الأزرق، المنطقة دي حتمثل منطقة غليان لأن درجة الحرارة وصلت ل
النقطة اللي المفروض توصلها عشان المياه الموجودة عندنا توصل لمرحلة الغليان أو نقطة الغليان. وطبعا قيمة الانتالبي بالنسبة للآبار دي أو بالنسبة للسيستمز الهاي انتالبي من اسمها يعني هاي انتالبي تكون فيها قيمة الانتالبي عالية ما بين 1500 إلى 2600 كيلو جول على الكيلوغرام. فقط نظام السنجل ستيم فلاش هو اللي استخدم لإنتاج الطاقة مع الهاي انتالبي تو فيس سيستمز، وذلك لعدم وجود ماء كافي لاستخدام الدبل ستيم فلاش. أيضا لأن وللمحافظة على المكمن من الجفاف المبكر، فنحن مفروض علينا أن نستخدم السنجل ستيم فلاش. الظواهر السطحية الموجودة على السطح هتكون يعني ستيم هيتد، يعني فيها نسبة بخار أعلى، تكون نسبة المياه الغنية بالكلورايد أقل. وزي ما قلنا لأنه لعدم وجود نفادية عالية، فحتكون عملية الريتشارج بالنسبة للسيستم الضيائي حتكون قليلة جدا، ونحن محتاجين نستخدم انجكشن ويلز لتعزيز ضغط المكمن أو للمحافظة على ضغط المكمن والمحافظة على الفلويدز الموجودة في الأسفل. وعلى عكس الانترميديت واللو انتالبي سيستمز، عملية الضخ أو عملية الحقن للمياه للمكمن لازم تكون in field، يعني بداخل الحقل مش out field، نظرا لأن الهاي انتالبي سيستم درجة حرارة عالية، فمش حيضرنا لو أن استخدمنا in field، مش حتسبب لي عملية تبريد للمكمن بدرجة عالية زي ما لو استخدمناها في low والintermediate systems. ففي low والintermediate systems نستخدم في out field، يعني بعيد عن الحقل الأساسي اللي مستخرجنا في المياه متاعي، نضخ المياه من جديد للمكمن في أبار أبعد. أما في الهاي انتالبي سيستم فنستخدم أبار حقن داخل الحقل، يعني قريبة من البرودكشن ويلز. طبعا الميديم والهاي انتالبي ويلز غالبا تكون سيلف ديسشارجنج اند نو داون هول بامبس ار يوزد، يعني تكون أبار تنتج المياه بشكل ذاتي بدون وجود أي مضخات. النظام السادس والأخير في الكونفيشن جيتيرم سيستمز هو دراي ستيم أو بين قوسين فيبر جنريتد سيستمز. النظام هذا يعتبر من أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية الرئيسية، لكن وجودها في الطبيعة قليل. وأبار الدراي سيستم تنتج لي بخار بقيمة انتروبي عالية ما بين 2600 إلى 2800 كيلو جول على الكيلوغرام. إضافة إلى أن عمق الدراي ستيم ويلز ضح، يعني الأبار نتاعها عمقها ما يتزوجش 2000 متر مقارنة بإيش بالأبار العادية، وتنتج لي بخار ماء في درجة حرارة مكمن ضيقة ما بين 220 إلى 250 درجة مئوية. أيضا المكمن أو مكمن الدراي سيستمز اللي علاقة بالأنظمة الضيائية تكون البرميبيليتي متاعها قليلة. أيضا الصخور المحيطة بالمكمن هي التالية تكون البرميبيليتي متاعها قليلة، لأن لو كانت البرميبيليتي متاعها عالية فعملية التشارج حتكون أسهل، وحتسهل عملية وصول الكولد ووتر للسيستمز، وحتسبب لي في عملية كولينج للسيستم وريديوسينج الانتالبي، تقليل لي الانتالبي بتاع قيمة الانتالبي للسيستم بتاع. وزي ما وضع عندنا في الصورة العلمية مثال توضيحي أو موديل بسيط للفيبر دومينيتد سيستمز، اللي هو يبدأ بعملية تسخين للمياه. عندنا هذا السبسيفيس ووتر تيبل، الحد الفاصل ما بين المياه بين الماء والبخار. فعملية كونفكشن تحدث للمياه، تنقل الحرارة وتسبب في عملية الغليان المياه، وتسبب في أو في خلق البخار الماء، وبالتالي يتصاعد بخار الماء ويوصل لمرحلة معينة يصير فيها عملية تكتف أو region of condensation، نطاق التكتف للبخار الماء. وطبعا عندي عملية ريتشارج، لكن الريتشارج بسيط جدا جدا محدود، ونحن نساهم في ضغط المكمن بعملية الانجكشن للسيستمز. أيضا الدراي ستيم أو الفيبور دومينيتد ويلز هي دائما سيلف ديسشارجنج، يعني تنتج بشكل طبيعي، ونيفر The downhole pumps never used in these systems.
طبعا الفيبر يونايتد ويلز ايضا تنتج لي او بشكل شائع بشكل غالب تنتج في غازات اضافه الى وجود اسم بخار الماء، تكون محتوى الغازات بتاعها فيها عالي ومحتوى المعدني فيها يعني قليل. الدوائر السطحية اللي لها علاقة بالفيبر يونايتد سيستمز تكون محدودة على السطح مقارنة باللو والميديم والتوب والتوبي سيستمز، إضافة إلى أن هذه الظواهر تكون محصورة بستيم هيتد يعني تسخين بالبخار زي ستيمينج جراوند يعني أرضية تصعد منها بخار ساخن أو برك حمضية وبرك طينية ساخنة أيضا. لا توجد مياه غنية بالكلورايد مع الأنظمة المرتبطة بالفيبر يونايتد سيستمز. أيضا الانفيلد انجكشن أو الانفيلد ري انجكشن لابد يكون على درجة عالية من الحساسية بالنسبة للنظام هذه نظام الفيبر يونايتد سيستمز، لابد أن يستخدم واستخداماته تكون بدقة عالية لأن لازم نحافظ على المياه الموجودة في المكمن، لأن بعد فترة المياه تجف وإذا جفت المياه مش هينتج لأي شيء، مش هينتج للبخار. هكي نكون كملنا الجزئية الخاصة بالكونفنشنال فيجيتيريان سيستمز، وإن شاء الله حنخدم من كونفنشنال فيجيتيريان سيستمز في المحاضرة الجاية، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.